مع إشراقة شمس كل يوم جديد، هناك حكاية جديدة حينما تأخذ الهجن مسارها إلى الميدان. بانطلاقة كل شوط تبدأ رحلة الخبرة والتوقعات نحو النجومية وتحقيق الناموس. رياضة الآباء والأجداد يطورها الأبناء ويمنحونها جل أوقاتهم في منافسات رائعة. قناة الريان اختارت 10 من المضمرين القطريين وخصصت لكل منهم مبلغاً وقدره 100,000 ريال قطري لشراء ما يحلو لهم من المفاريد. لديهم 8 أسابيع فقط لإسافة هجنهم استعدادا للسباق التاهيلي، سيخرج منه 5 ويتأهل 5. بعد ذلك سينتقلون إلى السباق النهائي. المضمرون يواجهون التحدي الصعب، فالفوز لواحد في تحدي شارة الريان. راكد لي زيان العسى فدال. ثلاثة أسابيع مضت على عملية الشراء وبدء تدريب الهجن للتنافس على تحقيق الناموس والفوز في غضون 5 أسابيع فقط. سيحظى الفائز في تحدي شارة الريان على الشلفة الذهبية واللكسز، وسيظل هذا الإنجاز الرائع ماثلاً في ذاكرته مدى الحياة. ما زالت معاناة المضمرين قائمة في أثناء عسافة الهجن التي اختاروها. إنهم يستخدمون كل الأساليب لتطويع هجنهم وعسافتها في وقت قياسي. هات اللي عندك على بنتها. لا لا لا، نجيب للمرة الأولى يطلقونها نحو الميدان. آن الأوان ليختاروا البكار المشارك في السباق التاهيلي. والله خدعة، الظن فيها جميل، من هذا السبق إن شاء الله تأخذوا اللكسس. قرار الاختيار سهل لبعضهم، أما بعضهم الآخر فلم يحالفهم الحظ. أرحب يا دكتور. المرض تتسع دائرته. تقريبا في بعض النواقص نحاول إن شاء الله نعالجها. الاستمرار والفوز للأفضل فقط، ولا سرية في الأمر. ما يضرب ما ضرب، ما يضرب ما ضرب ما ضرب. قسوة المضمرين في العسافة قد تؤدي إلى مزيد من الإصابات. صالح ربما الوحيد الذي يخاطر بمفرودته في الميدان. ريانة لا ترغب بالخبيب على عكس ما يخطط له صالح. ريانة نزعت الفدامة وأكلت ما يضرها. تأكل الرمل وبعدين طلوع الرمل من البطن صعب يعني، لكن صالح اعتنى بها حتى شفيت تماما. عطناها حلول، خلاص نزل الوسخ اللي في بطنها من كل شيء، فيه دود، عطناها حبوب الدود، عطناها هذه الاشياء العلاجات، خلاص تنفتح يعني شهيتها وكل حاجه. ياخذ صالح ريانة الى الميدان في الوقت المناسب لعمليه العسافه. بدايه نمشيها حوالي كيلوين وعقب نخببها.
صالح يضع مع ريان بكرة أخرى بقصد التمويه. هذا اللي نحن بنشارككم ذولا يكونون معاهم، ذول يكونون معاهم على أساس إنه لا بداية في التفاحيم، وتكون كمثل الخطة، ومثلا نحن أنا بحد يشوفنا ولا أن ما يعرفون أي واحدة فيهم. الحرب خدعة لازم يا أخو. يجب أن يكون الخبب متناسقا وبروية. يعني الحين نزيد عليها شوي شوي كبداية، كل يوم لمدة 10 أيام، مدة أسبوع تقريبا، كل يوم على نفس المنوال هذا، كل من جينا عند كيلو نزيد عليها شيء بسيط. خف خف شوي، خف شوي جرة البكرة، خف شوي بس، خلك كذي خلك كذي. نعم، هذه الهواية، هواية الهجن، يعني مثل السحر. تبقى يعني ذاب، يعني شو أقول لك، لازم تكون معها. أنت لما تكون معها تكون مرتاح، لما حتى لو رحت عنها تفكر فيها. والحين يعني شوف، أنا مرتاح الشكل معها، أباريها كني راكب طيارة ورايح مسافر، يعني ما في أحسن من هذا الشيء. يعني ريانة تعافت تماما، لكن أبكار علي ما زالت تعاني من المرض. مطايا البريدي أصيبت بمرض جلدي أثر في برنامج عسافتها. ما حد يعني يرضى على مطية أن يكون فيها لو خدش بسيط يعني، لكن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. أنت مو بسبب في الشيء هذا أو أنه من صنعة يديك ولا شيء، خلق الله لها، الله اللي جاب لها الشيء هذا، وأنت بتعالجه وبيسلم إن شاء الله. عالج علي المرض بنفسه، لكنه تأخر في التدريب مع اقتراب السباق، فهو يحتاج إلى المساعدة. والله اليوم في الدكتور بيجي اليوم إن شاء الله عشان فحص المطايا. البريدي اتصل بالطبيب المختص ليساعده على عودة مطاياه للتدريب. مرحبا دكتور. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. القرع مرض معد يصيب الهجن، وعلاجه سهل لكنه يحتاج إلى وقت، وعلي ليس لديه الوقت الكافي. معاي بما الأجهزة تتم كامل الفحوصات، إن شاء الله أتصل بيك أبلغك بالنتيجة. خلاص، جزاك الله خير. شكرا، السلام عليكم. يجب على علي أن يعرف ما إذا كانت هجنه تستجيب للعلاج لكي يلحق بالركب، فالوقت من ذهب إذ لم يتبقى على السباق التاهيلي سوى 4 أسابيع فقط. بكرة ناصر متوجة بالصحة والعافية، وهذا ما يفرح به ويبهجه. المسك على أتم استعداد لمرحلة التخبيب. السلام عليكم. يلا جاهزين؟ يلا شدوا على المسك. تزداد المسك هدوءا بتأثير العسافة المتميزة. إنه يوم مثالي ومريح لناصر. احنا البكرة تعتبر خلاص يعني توثلت مع الحلال، روتين اليومي خلاص تعودت عليه، بدأت يعني تسرح مع الحلال وترجع، وفي المطعم وفي المأكل وكل حاجة مع الحلال. جيب الحشوة، جيب القعودة الثانية. المسك تعلمت ما يطلب منها. يلا قدم قدم روح. التدريب يأخذ منحا آخر بالتوجه إلى الميدان التاريخي. الكواري يتصرف بحكمة ومعرفة في كل مرحلة. عودناها على دخول الدورة في أوقات كثرة الحلال، أحسن ما تكون لوحدها. لوحدها يعني ما تدري عنها، هي سبوق والسبوق مع الحلال، يعني لما تتعداها مطيف تحاول هي تتعداها، ويكون بينهم كذا تنافس يعني. لم يكن بعض المضمرين بمستوى حذر ناصر، فطريقته بالتعامل جنبت هجنه الإصابات والأمراض، وتبدو بصحة جيدة. دكتور عمر ينتقل من مضمر إلى آخر، هذا الأسبوع يبدو مشغولاً أكثر مما مضى. هو طبعاً كلمني عن إصابة وحصل تورم في المكان اللي حصلت فيه الإصابة. أنا لسه ما أعرفش إيه طبيعة الإصابة، بس أثناء التدريب أو أثناء تحميل الحمل التدريبي على المطية بيحصل طبعاً عدة إصابات، إصابات الأوتار، إصابات العظام،
اصابات العضلات ناتجه من الشد العضلي. هذا هو هذا هو. كب 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 يا يا يا. نوار لم يتمهل في العسافه، بل وضع ابكاره الاربع في الميدان وحثها على السرعه في التخبير اكثر من غيره، مما ادى لاصابه احداها. وش في يدها منه؟ ها؟ مرحبا دكتور. اهلا وسهلا ابو حمد. اهلا وسهلا. يلا زي الصحه. اهلا وسهلا. كيف اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله طيب. تمام. الحمد لله. كيف الحال؟ شلونك؟ الحمد لله تمام. عندي البكره شوي فيها هذه يدها تمام. شوي ورم. حطيت ماء ملح اليوم، وهي ان شاء الله ما فيها خلاف هنا. بس لا تقرب لانها صعب، هي البكره صعب لسه يعني. الكدمه قريبه يعني. اي هنا هنا. اي لا قريب يعني، ما ادري والله، يمكن ضربه ولا شيء يعني. احنا هنكشف دلوقتي ونشوف بس الاصابه مكانها فين. تعال خالد. وهنقوم باللازم. دكتور عمر اعتاد على رؤية مثل هذه الإصابات القابلة للشفاء في أقل من أسبوع، لكن الاستمرار في التخبيب قد يؤدي إلى إعاقة. عدم استطاعة المطية الخبب يعني استبعادها من السباق. محك حيوية المطية هو السباق. الحالة ناتجة من دايما المطية بتلعب أو شيء، فناتجة من كدمة ناتجة عن الصدام بشيء صلب، فبيحصل تورم في المكان نتيجه لتجمع دموي. بريح للمسابقه باثنين اثنين، ما عاد يمديها يعني. تمام يعني ما ينفعش تشارك في الوقت الحالي. لا طبعا لازم، محتاجه فتره راحه عشان الكدمه دي لو احنا حملنا عليها في التدريب ممكن الاصابه تطول شويه في العلاج. لا الحمد لله. فتلتزم بالراحه صحتها يا دكتور. طبعا. اخبار مشؤومه لا يود سماعها نوار عن ابكاره، فقد استبعدت بكره وبقيت ثلاث منها. حان الوقت لكي يبدأ بخيت بن خزينة تفحيم بكرته، إذ ليس كل المضمرين في حرج. التفحيم هو الاختبار الجاد لسرعة المطية. بعض المضمرين يفحم هجنه برقة الجليصة، وبعضهم يفحمها وحدها، والأداء المميز هو الذي يحدد قابلية الهجن للسباق. بخيت يفحم دون جليصة ويحاول أن يتحكم بها عن طريق الراكب الآلي. لا يريد بن خزينة أن يراه أحد، فقد اختار الوقت الذي يكون فيه الميدان خاليا وآمنا ليضع هجنه فيه، لكن لا سرية في ميدان الشحانية. وين هدى؟ بيفحمه اليوم بعد؟ شاهد المضمران حمد وعلي في أثناء عبورهما الطريق التطور الذي بلغه بخيت، لكن بخيت لديه اعتقاد بمعرفة من سيفوز. متوقع فازع أظن. أنت قلت أنت لي أقوى، هذه أقوى، ما أدري، كان البندق اللي متقوي سنباء، مرة تصيد ومرة تطيب. اقترب الوقت الذي يمكن فيه أن تتحول الهجن العادية إلى هجن سباق لأول مرة. بعض البكار موهوبة وبعضها الآخر لا يمكن تعليمها الخبب. أنا الأوان لنعرف من هي الأفضل. يا فتى يا 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 فتى يا يا. سماعة على بكرة بخيت ليشجعها بصوته. يا فتى يا 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 فتى يا 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 يا. الالتماس تأخرت ثم قل مستواها في النهاية. ما الالتماس جاهز ما يضرب؟ ما يضرب، ما ضرب، ما ضرب رموشها، رموش الجباش ما ضرب، ما ضرب، ما يضرب، ما ضرب، ما ضرب رموشها، رموش الجباش ما ضرب، ما ضرب. الراكب الآلي لم يعد يعمل على ظهر التماس، وتفحيمها صار صعبا لتعلقه بالمطية الثانية. فزعة تكمل مشوارها وتنجح في الوصول إلى خط النهاية. تخلى بخيت عن التماس وفضل عليها بكرة جديدة. والله فزعة الظن فيها جميل، إنها تسبق إن شاء الله وتأخذ الكسيس إن شاء الله. ريمان وفريقه ينتظرون في مكان ما في الدورة الشمالية، والهجن متوترة. مع ذلك هو يخطط لتفحيمها أول مرة، وأمله أن تكون موهوبة.
جايين في ذا المكان نقرب ذا الحشوان الصعب القها أربهن يروحن سيده نشوف ايش الطيبة منهن أرب هدفنا يصيد بناخذ منهن واحدة كل بذولي بنصبينا واحدة وبنجربها وبنعطيها العاطفة الرب كن الله ينصرنا عليهم من شان عاد الشيب ذا يقضي كله حلو نعم وإن شاء الله لم ينصرنا عليهم إن شاء الله بردة الله سبحانه. ريمان مستعد لتفحيم هجنة. يريد ريمان أن يكون تفحيمه بعيداً عن عيون المضمرين، لذلك يتأكد من خلو الميدان قبل وصول الهجن إليه. سيختبر ريمان هجنه بعيداً عن عيون الآخرين، لا أحد يراقبها غيره. لا يدعمني، لا يدعمني، يزمح تفير. أمسك ذا بذيدك. مفكوك نير بكذا العلم. روح تعال. يستخدم ريمان الطريقة التقليدية في التفحيم التي يفضلها المضمرون الكبار. انطلقت الهجن بحرية والراكب الآلي يستخدم العصا لتزيد من سرعتها. المسافة ثابتة 1200 متر فقط. إحدى بكاره تقطع هذه المسافة في 2:11 ثانية. سرعتها أقل ب12 ثانية من بكرة بخيت، ومع ذلك فهو توقيت مناسب. أبو تركي راضي عن هذا التفحيم، وبالتالي فهو في قمة سعادته. استأنست على واحد من هنجت على ظني اللي ظنيته وربحت السيف. أنا لم استأنست، ربحت السيف في ليل ولا في نهار. والله فرحتي يوم شفت أداهن البكار حلو. استأنست أنا، كان توني مالو، كان عمري 21 سنة يوم شفتهن. جاز لي وناوي على الرابع أكبس عليهم إن شاء الله برادة اللي جاب النو. صالح بن مفتاح العبد الله يبحث عما يحسن من أداء ريانة في الميدان بعد أن تماثلت للشفاء، فيتوجه بالتالي إلى النادي العلمي القطري ويستشير غيره لتتاح له فرصة في هذا السباق المثير. راشد له خبرة في الراكب الآلي، إذا حصل صالح على راكب مطور بمساعدة راشد فهذا تقدم إيجابي. باخذ فكره عن الركب الالي. الله يسلمك. حياك الله والله. الله يسلمك. زارت جميع المضمرين يستخدمون الراكب الثابت في الداخل والخارج. اطار حديدي مرتبط بالعصا تحت الغطاء. يستخدم المضمرون جهاز التحكم عن بعد لتوجيه الهجن في الميدان. هذا الركبي اللي اول ما بديته معاه. اي طبعا السويسري هذا. ايوه اذا ما تجرب شيء. راشد لديه خبرة في الراكب الآلي، وصالح يريد منه ان يختار راكبا مطورا لتحدي شارة الريان. هذا موجود يعني عندنا في الريس هناك معروف. تشوف هذا الشكل مصنوع من الفيبر. من لأن الفيبر. الصراحة أنا بالنسبة لي اللي موجود حاليا أعتقد خلينا نقول الجسم صراحة يعني مش مقبول. من مقبول. أيوة. يعني كم وزنه تقريبا هذا أشوف اللي الحين عندكم تقريبا بكيلوين ونص. كيلوين ونص. أيوة. يمكن يعني كيلوين وثمانمية كيلو 3 كيلو وصلة. هذه لو تأخذون الفكرة تصغرونها شيء بسيط وتصغرون الرأس يعني يمكن أنه يعني يركب يجي أحسن حتى من هذاك. يبدو أن لقاء صالح وراشد يمكن أن يعطي ثماره في اختيار الراكب المناسب. حتى راشد يرى أن ما يقوم به صالح مغامرة. المشكلة بس ربعنا هناك زين في السباق يعني ما يتقبلون امر جديد لان نعم يقول لك والله انا يا اخي ما اقدر اجازف انا طول السنه يا صالح بن مفتاح العبد الله يغامر في بناء اماله بالفوز على تجربه تكنولوجيه. يعني خذينا فكره عن الركبي الالي الجديد
يعني هو بيكون من صناعة الفيبر الخفيف يعني، بعدين جايب بألوان يعني، وهذه يعني شيء زين والله. عبد الله بن ناصر الخليفة جدوله مزدحم ولا وقت لديه للبحث عن راكب آلي. يغتنم عبد الله أوقات فراقه للعسافة السريعة. والله احنا اليوم ان شاء الله عندنا فحم المطاير اليوم ان شاء الله، هو تفحيم له اليوم كيلو فحم عن طريق الراكب الآلي، ان شاء الله بتشوفون بعد شوي. يستخدم عبد الله جهاز التحكم لتوجيه هجنه في الوقت المناسب. نفضل الزر الاول هذا يكون ضربه واحده، الزر الثاني ضربتين، والزر الاخير هذا اكثر من 3 ضربات او 4 ضربات الى 5 ضربات، يكون ضربات متواصله. هذا نستخدمها في اثناء تدريب المطايه، في تفحيم المطايه، بس في السباق وقت السباق يمكن مع زحمه السيارات ومع زحمه السيارات ما تلحق الريموت هذا في ضرب المطيه. في يكون لها اجهزه خاصه هي اللي تتحكم في الضرب. مطايا عبد الله اصبحت على اتم استعداد للتفحيم. اختيار وقت التفحيم الاول بدقه من اولويات عبد الله، فهجنه امام مرحله جديده وتحدي جديد. والله احنا يعني عندنا في الوقت هذا يعني تقريبا هو الظهر يعني الساعة 10 وورا، يعني تكون الدوره فاضيه الحلال، يعني ناس يدربون الصبح يدربون العصر يدربون في الليل يدربون المغرب، يعني الوقت هذا يعني وقت الظهر يعني يكون تفحيم الحلال اللي هي المفاريد والصعوب، يعني تشوفون الدورة فاضية بس ناس موقفين فحمون حلالهم. قلص جاهز كلش؟ خلاص يجي كيلو بطل بعدين. يمشي شوي شوي بعدين خلاص بناخذ نقول بطل بطل. بطل بطل. وها هي تنطلق الآن. عبد الله يستخدم جهاز التحكم لكي تسرع أبكاره أكثر. والله الحين شفته مثل فحمنا الحين الحلال والأمور إن شاء الله طيبة، و يعني أولا انطلقات لها يعني والحمد لله، يعني تشوفون مثل الأمور يعني الحلال ما عنده مشكلة، الطبع زين والحلال راح سيدة الأمور طيبة يعني الحمد لله. عبد الله راض بالنتيجة على الرغم من تباطؤ هجنه إلى هذه اللحظة، وعليه العمل بجدية وإخلاص حتى يكون له حضور في هذا التحدي. ريمان يكمل يومه بالاهتمام في مظهر هجنه بعد أن قدمت ما يرضيه. إنا جايين إن بنشتري البكار أغراض والثايم وشدة ولحم وكل شيء، مستانسين منهم باللي صار، وبناخذ لنا أغراض وشداد ومحوي والحاف وطان. السلام عليكم. صباح الخير يا رعى المحل. يا مرحبا. لمين أغراض البكار اللي بالحمات ومستانسين منهم؟ وبياخذ ان شاء الله الاول في ختام في شيء في جيب جيب كل شيء جيب كل شيء جيب هذا في ختام هذا هات هذا ختام هذا شوف هات 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 عطنا عط الراحه ايوه ان شاء الله هذا ختام هذا نهدي ايوه هات هذا ختام فيه زين هات شوف ايوه تستحق الاعتناء والتزيين كما استحقه غيرها من قبل يعني كل شيء نبي ازين احسن واحد في سقا في بطاطا وين احسن وين احسن واحد احسن واحد ايسن فيل هذا احسن بعد تبي هذا وين هذا في تعلم لك هذا شيء احسن بعد هذا ها هذا بكم ايوه كم هذا في 250 هذا في 300 كل شيء ايوه حطني ايوه هذا مال فيتامين ايوه اجيب لك 4 من هذه هذا مال فيتامين هذا مال فيتامين حط 4 كل النجاحات التي حققها من قبل ليست بمستوى نجاح فراع. هذا فراع طال عمرك خذ الأول خذ ثاني في دبي فنش بالمساير غلبوني
وطلقت لهم في الوثبة إن سبقتوه إنه خطأ. فالراعي يورث أسطورة نجاحه إلى سلالته. 61 مطية من سلالة فراع موجودة في عزبة ريمان وتشكل جزءاً كبيراً من مجموع هجنه. اليوم سيزداد هذا العدد بعد أكثر من 12 شهراً من الانتظار. ستضع إحدى نوقه مولوداً يأمل ريمان أن يكون موهوباً في المستقبل. والله لنتاج ننتج هن بينا لقانا سبوق نسبق في الدول العربية ولا الأمارات تولدنا بهد جم قعود ولا بكرة فيه بركة يسبق الربع الغالي والرخيص ودنا نسبق أي غالي الغالي ولا رخيص. وضعت الناقة في مكان آمن لتضع وليدها. يعتنون بالناقة عند الولادة حتى لا يصاب المولود بأذى، فالآمال معقودة عليه. لحظات ملؤها العاطفة. جعله مبروك، جعله مبروك، جعله يسبق من ربع. راسه راسه أنا ميظهر راسي عرفت هذا مياس، هذا مياس محل أبوه بيسبق الربع إن شاء الله، لأن الآخرين لهم إن شاء الله. يستبشر ريمان خيرا بهذا المولود الجديد. زينة زينة الحلوة حلوة والله. خيل على أضرب ضربة في 195-90 أصيب ما يفلت إلا وحدة أعرف. ريمان لديه خبرة طويلة في تربية الهجن ويأمل أن يختار البكرة الفائزة في السباق استناداً إلى خبراته. ريمان ربما يفوز غيره في هذا التحدي دون أن يلحظ ذلك. اشترى سعيد بن دلهم الهاجري بكرتين، إحداهما الأقوى من سلالة فراع. سعيد سماها نسبة إلى والدها باسم فراعة ويأمل أن تحقق النجاحات نفسها. سمع الواحد حط على فراعة، سمع اثنين حط على قرشوة. فراعة تحمل جينات فراع وعليها أن تكون الأفضل مثله. لا يستخدم سعيد الراكب الآلي في التفحيم، وهذا ما يسمى بالتشريد. فراعة تأخذ بزمام القيادة من غرشوبة، وهذا من طبعها. تتقدم على منافستها بفارق 10 ثوان. تجاوزت فراعة خط النهاية وغرشوبة تأخرت عنها عدة أمتار، وإذا بقيت على هذا الحال فإن سعيد سيخرجها من اختياراته. الحمد لله صار المشراد طيب، يعني ما في أي عائق لهم، ما شيء منهن عود، ما شيء منهن توخر، ومع أن في ناس يعني هدوا علينا يوم هدينا، والحمد لله يعني فراعة مستواها إن شاء الله أنه طيب وتبشر بخير إن شاء الله، مع أن غرشوبه مغليها والغلا يعني في القلب، لكن فيها عندها نقص، وإذا استمرت على هذا المستوى ما ما ما, ما تليق مستواها بالمستقبل المسابقة مع ولا تصل مسابقة. سعيد يتأخر اليوم في عزبته في حين غادر المضمرون الشحانية منذ ساعات. سعيد متحمس اليوم لمعرفة المزيد عن الفحل فراع، فقد أذهله أداء فراعة. الحين جالس أبحث عن فراع وسلالته، شرى الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، والحين فحل فرع له سبقات قوية، وينحدر من سلالة خدادات من سلالة مصيحان الشيبة. وأخيرا وجد سعيد فراع صاحب الإنجازات والنواميس في الميادين.
وعرفت بالتحديد وين مكانه، وان شاء الله نحن نروح عنده ونشوفه من قريب ونشوف مميزاته، وعسى بنت فراع تجمل وتصير مثل ان شاء الله فراع واطيب ان شاء الله. قرر سعيد ان يزور والده فراعه الفحل فراع. صباح جديد مكلل بالضباب. الرؤية ضعيفة بسبب الضباب، مما يجعل المضمرين يحتفظون بمطاياهم في داخل العزب. سعيد الشهواني لا يضيع دقيقة واحدة. يستغل سعيد أوقات الفراغ لإجراء فحوصات شاملة لهجنة التي وقفت ضحية المرض والإصابات. ربما تكشف الفحوصات عن أمراض وإصابات أخرى. بالنسبة للهجن السباق، احنا عاوزين نعمل فحص، هو الفحص بتكون من نوعين، فحص الهيموغلوبين أو فحص الدم، فحص الكيمياء أو كيمياء الدم، بحيث إنه يشيك على التركيز بتاع الهيموغلوبين والتركيز بتاع الدم ويشوف الحديد ناقص ولا زايد. دي البيضاء والتانية السمرة. بس كويس ها؟ الحقن ضرورية مع أن الهجن لا تحبها، لذلك يجب توخي الحذر. لو لاحظت أن الحيوان مريض أو في تدني في الأكل أو في يعني تدني في الركض بتاعه، بتحاول شنو؟ بتحاول تفحص عشان تشيك عشان تشوف المشكلة شنو، عشان تحاول تحلها. البكرة الشرسة هي التالية الآن. جرى أخذ عينة من الدم والدمن بيد خبيرة دون أي أذية. دمن. سيشخص المرض بعد تحليل العينات. واخذنا عينة من الدمن أو البراز علشان نشوف الطفيليات الموجودة في الأمعاء أو اللي بتأثر في الوظائف الفسيولوجية بتاعت الهجن. يلا السلام عليكم. على سعيد أن ينتظر قليلا للحصول على النتائج. في صباح اليوم التالي يجهز سعيد بكاره لأول تفحيم ليختبر سرعتها. والحين احنا متجهين المكان اللي نبي نفحم منه، مثل ما انت شايف اخترنا هذا الوقت عشان تكون الدورة فاضية ويكون في مجال للتفحيم. يعرف سعيد ما يبحث عنه تماما. هناك توقيت معين او توقيت اللي يبين لك ان الحاشي يسوق، سواء من كيلو ولا كيلو 200 ولا كيلو نص. مثلا عندك من كيلو دقيقة وثلاثين، دقيقة واحد ثلاثين، دقيقة 35، يعني هاي في البدايات. والكيلو نص له توقيته 45، 42، 41 فوق الدقيقة. السبوق هي اللي تجي من 40 وحولها من كيلو 200. الأداء على ما يرام، ولكن سعيد ما زال قلقا على صحة هجنه. والله تعبان لك هذا. هلا ابوي. تعبان. لقد طلب من مساعده ان يدقق في اي علامة مرضية. لو خشم عليهم البكرة ذي صب ولا شيء؟ انفرت ولا شيء؟ كلها زي الذكر. عزمة صحية. مبروك ما انفحم. صح يا احمد؟ ربما الفحوصات جاءت متأخرة. يتوقفان لكي يقرر سعيد ما سيفعل. التوقف يعني التأخر في الإسافة، والاستمرار قد يضر البكرة. على سعيد أن يحزم أمره. بس خليه يتحرك ولا ما يتحرك؟ ها شوي
احمد بكيلو ولا 800؟ احمد لا تفكر اللي اقول لك. ها قرروا سعيدة الاستمرار. يلا توكل على الله. بسم الله يلا. البكار يفاجئنا الجميع، مريضات ام لا؟ سعيد يريد ان يصل اليهن بسرعه. كم رقم سماعات هذه البيضه؟ البكرة الصفراء مدهشة، لقد تغلبت على الشجرة السليمة. سعيد لا يريد أن يضيع الوقت، لذلك يستخدم العصا. أداء رائع للبكرة المريضة. جود يا صالح، شوي شوي لا تعسرها. ولكن في الختام وصلت الشجرة إلى خط النهاية، والبكرة الصفراء هذه إن شاء الله أنها تبشر بخير. الأداء السريع لهذه البكرة المريضة مضر لها غاية الضرر. ربما تظهر نتائج التحليل أن ما فعله قد يضر بالبكرة المحتمل فوزها. علي ينتظر أيضا نتائج التحليل بفارغ الصبر كغيره من المضمرين. القرع هذا مرض جلدي، يعني على سطح الجلد من الخارج. لا هذا بيجي حتى المنطقه الثانيه، يعني بس يجي المفروده، يعني الفطيمه اللي هي المفروده، هذا هو اللي بيجيها القرع بس. لكن لما تكبر يصير حقه خلاص ما بيجيها. هذا بيجيها لما يجيها يعني بيطيح الشعر، لكن احنا بنعالجها وتسلم وبيطلع الشعر ثاني مره. لكنه يريد ان يفعل شيئا قبل ان تظهر النتائج. جيب البكره ذيك طلع الشاهنيه وجيب القريصه. يلا يلا خلوا واحد يجيبها. على علي ان يجاري باقي المضمرين، ولا يأبه لما يفعله بعضهم من تسجيل لتواقيت مميزه. خلف النص ها؟ ابكار علي بحاجه الى المساعده، فهو يضعها مع بعضها حتى يضمن الدعم اللازم لها. هذه خليها ويا بنت تراب مع بعض. وهذه خليها مع ذيك. احنا يعني شوف المطايل عندي كلها اللي مثلا متعودات على بعض، دائما تشوفها توقف جنب بعض كذا، نخليها مع بعض عشان يكون كل واحده تركض الثانيه، كل واحده تجري الثانيه. البكار مريضه وحساسه، وعلى علي ان يليها كل اهتمامه ورعايته ويشفق عليها. يمكن ان تتوتر من اي شيء. دخلها في عالم ثاني غير عن عالمها اللي كانت عايشه فيه. عشان الحين لما تشوفها شوي فيها بعض الخوف والرعب كذا من الناس، عشان كذا يعني بس نعودها تدريجيا تروح المسافة قريبة ونرجعها، يعني ما نطول لها المسافة. إذا آذت نفسها فستخرج من السباق قبل أن يبدأ. يا أبوي اطلع. إيه أي إيه أي. هذا الأيام هذه تدريب تدريجيا، يعني ما راح نوديها على طول مسافة بعيدة وهي يعني للحين يعني ما عندها اللياقه وما عندها هذه اللياقه الكافيه. الايام هذه يعني شوي شوي. بعد ان مشت مسافه قصيره ادرك علي انها غير قادره على تحمل المزيد. خلاص ارجع ارجع. لكن السباق التاهيلي قد اقترب وعلي ليس لديه الوقت. قربنا من العزبه وانتهى التدريب اليوم، وبكره ان شاء الله راح نبدا بنركب الآلي ونروح الدورة إن شاء الله. علي يضغط على أبكاره في انتظار نتائج تحليل الدم. خطوات المقبلة إن شاء الله يعني راح يعني نشد في التدريب أكثر وأكثر، وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله يكتب لي فيه خير وصالح. عادت بكرتا سعيد من التفحيم، الصفرة تبدو مريضة والشجرة تبدو بطيئة.
اضافي فيه. عامل التنظيف عامل مهم انك تعتني بنظافه الحاشي، وشرط يعني اساسي يكون انه يكون الحاشي نظيف ويكون خالي من الحفوز وخالي من خاصه بعد التفحيم. الأسافة المكثفة قد تنعكس سلبا على حالة هجنة. جت جاهز؟ هات. يطعم المضمرون الهجنة لتعويض ما فقدته من طاقة، وعلى سعيد أن يعرف ما أصاب البكرة الصفراء. تحليل بنشوف، سبحان الله يمكن في شيء ناقص شيء. لقد قرر استدعاء الطبيب والاطلاع على نتائج التحليل بسرعة الممكنة. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ أيوة أبو خالد. أوكي غروري. ها يلا مع السلامة، الله يحفظك. سعيد على أحر من الجمر على الرغم من وعد الطبيب بالإسراع في الزيارة. الحين قاعدين ننتظر نتيجة الفحص اللي خذها الدكتور اليوم الصباح، وإذا كان فيه هناك نواقص بنعالجها إن شاء الله. أخبار مزعجة لدى الطبيب ولا بد أن ينقلها إلى سعيد. هذه البكرة من سلالة جيدة ومناعتها قوية، مع هذا فهي تحتاج إلى مضاد حيوي. مناعته مرتفعة، دي لو فيها التهاب بتديك مرتفع المناعة. أكيد من اللي فيها البيضة برضو 27.7، الضغط 29.3 كويس، دي لو فيها التهاب بتديك مرتفع المناعة. الجرعات الدوائية الزائدة مضرة بها، الحل الوحيد هو أن تتعافى بنفسها. نتائج الفحوصات غير متوقعة، وآماله المعقودة على الشجرة تكاد أن تتلاشى. بعدين دي من نظيف مفحوح، بعدين عندك الكبد مرتفع، انزيمات مكلا ضعيف، لا تاكل، دمها منخفض. اول نزل الدم بينزل الحديد والنحاس مع بعض. العضلات مرتفعه 620 والكبد 178 برضه مرتفع، يعني الكبد وعضلات وانخفاض في الدم والحديد. ايش اللي تبي ناخذه مع هذه البيضه؟ لاكزفيت توتري اكلها كويس يعني تاكل، بس بكون فيها حموضه عشان كده رافع العضلات والكبد. كان اتصال سعيد بالطبيب في محله، لكن ما في جعبته من اخبار لا تسر. تقرير وصل، التقرير فحص البكار اليوم، التقرير فيه بعض النواقص نحاول ان شاء الله نعالجها وتتحسن ان شاء الله وترجع لمعدلاتها الطبيعيه. امضى يومه مستاء وقرر البقاء في العزبه ليحسم امره في السباق. والله الحين ان شاء الله بكلم الاخ نوار العتيبي، وان شاء الله ان ابو حمد يكون جاهز للمسابقه، لاني انا والله عندي وعكه صحيه الحين لبكار. الو مرحبا يا ابو حمد. هلا يلا حي وخالد. الله يبقيك، وش حالك؟ الله يعافيك، شلونك؟ شلون العيال والربع؟ الله يطول عمرك، شلونك؟ شلون العيال؟ خير، شلون الهجن؟ والله الهجن يا ابو حمد تعبانه والله. قالوا لي الربع، قالوا بكرك شوي مسخنه. والله قد لها يومين ابو حمد ما ظهرت من العزبه. والله يا ابو خالد حاد مره ما عندنا الا حلالك، تبينا نعطيك حد البكر؟ والله اني حاضر. الله اهل ابوك الجنه. يا مرحبا بك. زين الحبيب، تمر بشيء ولا مره تقهوى عندنا؟ الله يطول عمرك وتعشى عندنا هذا الليل ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو خالد، سلم على الربع كله. الله يسلمك من كل شر ابو حمد. مرحبا 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 يا ابو خالد. مرحبا. هلا مرحبا مرحبا مرحبا. اذا قال اهل هذا الوضع ما راح اشارك. واسال الله ان شاء الله انها تعدل ان شاء الله. حتى لو شاركت يعني ما راح يكون مشاركه بالشكل المطلوب اللي انا ابيه. للسلالة دور مهم في رفع قيمة هجن السباق، بكرة بالآلاف وأخرى بالملايين بحسب السلالة. اشترى سعيد دون أن يرى، وسيكتشف الآن مدى صوابية هذه الخطوة. قرر أن يزور الفحل فراع والد فراعة. الآن متجه لعزبة الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، عزبة الزمول الإنتاج،
من شانه اشوف فراع وابو البكره فراعه اتعرف عليها اكثر واشوفه وعسى الله يوفق ان شاء الله. عسافة فراع كانت على يد منافسه ريمان، وسيعرف في اثناء بحثه عن ضالته مدى براعة ريمان في العسافة. فراع ال هاي الاحمر اللي رابع. لحظات توتر يمر بها سعيد، سيشاهد فراع بأم عينه. يتقدم إليه ويتمعنه عن قرب. هذا فراع أبو فراع البكرة اللي أنا شريت، مثل ما تشوفون بعير طيب وله إنجازات والحمد لله أن هذا يعني أبو فراع اللي أنا خذيت. فراع فحل مثالي، وما فراعه إلا من ذات الفحل. ما جسب من فراغ والحمد لله. أعمالي لو قلتنا 50% قبل الحين ممكن تصير 100% بعد. ينتبه سعيد على فراع واسم ريمان والقريب من الرقم 10. بالنسبة أن فراع ظاهر من عند ريمان وريمان متسابق معنا، فريمان أو المتسابق الثاني ما يستهان فيهم إنهم هالخبرة وهالسبق. يدرك سعيد أن ريمان وزملائه من باقي المضمرين لديهم تاريخ قوي، وعليه أن يكثف جهوده. نعود إلى الشحانية. هجن القريصي لم تفحم بعد، ما زالت في مرحلة التدريب. مستواها يعني الحمد لله بشر بخير، رغم أنها ما تفحمت للحين، لكن في البداية في مؤشرات، المؤشرات إن شاء الله أوكي. إبكاره وصلت إلى مرحلة اعتادت فيها على الراكب الآلي إلى جانب القليصة. محبة في قلوبنا خلتنا نتخطى خطوات واجدة ونصبر على وعكاتها الصحية، والرياضة أصلها الرياضة عمودها الفقري الصبر. حمد يراقبها أولا بأول حتى وصلت إلى خط النهاية. تأخر حمد عن باقي المضمرين، إلا أن له طريقة خاصة لتعويض ما فات. بالنسبة لمرحلة اللي هي مرحلة الأدب إشارة خلصنا منها، الحين قدامنا مرحلة التفحيم وحنا جاهزين والأمور درجة أولى أوكي كلها. نوار مصر ومستمر بتفحيم الباقيات على الرغم من استبعاد البكرة المصابة. بنت الباز مركز اهتمامه ومحط أنظاره. أغلى بكرة في أول تفحيم لها، وعليها أن تثبت أنها الأغلى حقا. نوار يضيف مطية الرابعة بدلا من المستبعدة. نعم متشجعين إن شاء الله التفحيم، وإن شاء الله التفحيم بيونسنا إن شاء الله. فريق نوار متوتر خشية استبعاد بكرة أخرى، خاصة أنهم شاهدوا هجنا مذعورة من قبل قد تداعت إلى الميدان. نوار يراقب بنت الباز عن كثب، يطلقها إلى الميدان. إحدى البكار تخلص نفسها قبل أن يخلصها، بداية غير موفقة. عندما بدأ التفحيم المطية المدربة هي التي تقدمت. بنت الباز تتلوها بمسافة قصيرة. نوار ليس وحده في الميدان. بن خزينة جاء ليتحقق مما يحدث بعد أن وقع تحت عيون غيره من المضمرين من قبل.
رآه مضمرون اثنان، وبنت الباز المفضلة تقلل من سرعتها. إحدى أبكاره تصل إلى خط النهاية في 2:10، تزيد على بكرة بخيت 10 ثوان. بنت مكلف إذن تتغلب على بنت مزاح التي جاءت في المركز الثاني، وعلى بنت الباز التي جاءت في المرتبة الأخيرة. الأولى جت بنت مكلف، والثانية جت بنت مزاح، والثالثة بنت الباز. ما عندي سر، أنا ما عندي سر أبدا، أنا فاحم فنان الساعة كم الحين، أي واحد يجي. هناك من هو راض بالنتائج على الأقل. الحمد لله، بكاري سباق وهي سباق، بس اني متفاجئ من جاي بنت الباز اغذيها الاخيره، متفاجئ من هذا، يعني في مخج انت تسبقها التماس، انت تسبقها وتاخذ اللكسس، تشوفني ماخذ ذاك اللكسس طول عمارهم مع زيبنا. على غير ما يريده الاخرون، نوار يظهر مزهوا فخورا. ممكن لو يجيب خيط ويغير بخيط، انا عندي طريقه يعني، لكن هذا الشيء هو مش شطار مني، بس انا اقدر يعني اموه، يعني اقدم واحده واخلي واحده ورا ما اكلمها بجهاز ما اسوقها، اي واحد يحضر التفحيم او انا احضر تفحيمهم لازم تستفيد. مع حزم نوار في العسافه، فان ابكاره لا يمكن توقعها، فهي لديها الرغبه في ان تكون الافضل. السباق التاهيلي على بعد 4 أسابيع فقط، سينتقل فيه 5 مشاركين إلى السباق النهائي. والله ودي المخ، أقول للأخوان المتسابقين شدوا حيلهم، لا أحد يريد أن يتخلف. السباق المثير يصل إلى أكثر مراحله حماسة. حالك الله يا عبيد؟ ساك طيب. أبو تركي شخص متحمس دائماً. إن شاء الله أسبقهم كلهم.